السلام عليكم، حياكم الله جميعا في حلقة اليوم وهي فوت درافت. أولا يا جماعة أعتذر على التأخير، تقريبا أسبوعين أو 10 أيام ما نزلت. والله العظيم لو تعرفون السبب لكان عذرتوني. أنا أصور يا جماعة في الجوال وأمنتج في الجوال، وأحيانا التصوير يوقف في الجوال، ما أدري إيش السبب. ممكن ما يتحمل يعني التصوير لمدة طويلة جدا، لأن أحيانا أصور لمدة ساعة إلى ساعة ونص، فالجوال أحيانا ما يتحمل ووقف تصوير. يعني قبل أسبوع أنا صورت حلقة كارير مود ولعبت وسويت كل شيء، فجأة اكتشفت أن الجوال ما قام يصور. أبيكم تعذروني يا جماعة، أبيكم تعذروني. اللي أنزله في هذا الوقت يعني سلكولي، اللي أنزله سلكولي فيه، لأن والله العظيم الموضوع شوي صعب، تصوير في الجوال ومونتاج في الجوال ومساحة تخزين والأمور يعني شوي معقدة. خليكم مع المقطع ويلا نبدأ. والله زمان عن الألتيمت تيم يا جماعة، لكن انتظرونا إن شاء الله بداية فيفا 23 راح نبدأ محتوى من الصفر بإذن الله. بإذن الله راح نبدأ محتوى من الصفر الآن. يعني هذا وقت الدرافتات، ترى نهاية اللعبة دائما يعني تشتغل الدرافتات. يا رب خطة. أوه محافظة، لا كي أتوقع 3 كامات. هذه خطة أسطورية، هذه خطة أسطورية. يا رب يطلع لنا لاعبين آيكونز، لاعبين السنة. أتوقع جينولا أفضل شيء. كيف نروح بالراس الحربة يا رب. الظاهرة رونالدو لاعب صاحي. اوكي اعطونا هذا النيجيري كام. بسم الله كام. انا احب هذا المركز عشان زيدان بس. يا الله يا رب زيزو، لو يطلع لي زيزو بس واللاعبين الثانيين يكونوا عاديين والله اني اقبل. لا 95 تعال، بس انت في الدوري الامريكي لكن تعال. اوه يلا يبقى ايكون. محاور محاور، انا بالنسبة لي المحاور نصف الفريق. يا عمري اختار هذا، والله بدع مع انتر ميلان الموسم اللي طاف، والله بدع بدع بدع. طب اختاره ويا رب معاه احد. اوكي تشاوميني ولا غاندوزي او هذا. اوكي دوري ايطالي تعال. الكيمستري شوي تعبان لكن بيتعدل ان شاء الله. يو كيمبيمبي جلتشاوي. قلب ثاني يا رب يا رب، قلب ثاني صاحي. اوه دفاع على الارض، دفاع على الارض، بس الكيمستري شوي ضايع. باذن الله نعدل الكيمستري باذن الله. طيب نختار حكيمي بس عشان الكيمستري. نبدا من هنا، يقولون اذا بديت من هنا الحظ يكون افضل. يا رب. اوكي روبرتسون، بس روبرتسون في الدوري الانجليزي. اوكي مين نختار مين نختار؟ روبرتسون ما في غيره. يا نوير، والله ودي اختار نوير. اوكي تعال يا نوير. الحكومة طبعا ما اقدر، لازم اختار، لازم غصب عني اختار الحكومة. طبعا يا جماعة ترى ممكن ألعبه لأنه أفضل من المهاجم اللي عندي. أوكي تعال كذا، الكيمستري صار أفضل. أوه دفاع باريسي، دفاع باريسي بحت، دفاع باريسي بحت، كله من باريس، بس باقي دونوروما يطلع لنا خلاص. لو يطلع السنة هو يا جماعة. اوكي فرنسي، اوه بعد الدوري الفرنسي شكلي بخليه مهاجم، بس خلينا نشوف القدم الضعيفة. اوكي بيصير مهاجم، هذا بيصير مهاجم الارض. يا رب والله الان التشكيلة ممتازة. بيدرو، يا بيدرو كنت اتابع بيدرو مع برشلونة، والله كنت اعشق هذا اللاعب. بختارك تعال ما في غيرك، كنت اقوى. اوكي ما في احد. ساكا ابغى كام، بس كام ايكون ولا اي شيء. ماتيتش 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 ماتيتش، تعال يا ماتيتش. يا رب نبغى وسط 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 وسط. اوكي ما في وسط. واللاعب الأخير يا رب
طيب الآن بقى الحراسة، نبغى حارس يكون في الدوري الفرنسي. اوكي ما في الدوري الفرنسي، نختار أوبلاك تسليك. يا رب الحين حارس في الدوري الفرنسي لازم ضروري جدا عشان الكيمستري يا جماعة. لا والله رحنا فيها، والله رحنا فيها. اوكي يا جماعة هذا الكيمستري اللي قدرت اوصله 91. طبعا بدخل هذا تيرير اسمه، بخليه مهاجم لان سرعته خرافية جدا 98. بدخل جينولا بخليه مكان ديمبلي، وببدل بين جينولا وهذا المحور، يعني هذا بيرجع محور وجينولا يبقى كام. والشوط الثاني بدخل اما بيدرو او بنزيما. وهذه تشكيلة الخصم يا ساتر. طبعا عنده دفاع الارض، هجوم الارض، عنده خفة بالهجوم، اسمه بون. ترى اللي يسمي هذه الاسماء اعرف انه خطير. تمريرة تكفى يا سوكراتيس. يو اخبز. لا مبابي، مبابي يسوي مهارات. مبابي انت سريع، ناول سوي مهارة. اوبا اسجل عليك هدف، وهدف ممتع، مو اي هدف، هدف ممتع. طيارة طيارة طيارة، هذا 98 سرعة. روح روح ما حد يجيبك، روح. يا سلام يا سلام على اللعب والمهارة والفن والذكاء والدهاء وكل شيء، كل شيء. هذا ال 95 والله اقسم بالله نظرتي فيه ثاقبة. صح يا جينولا. تحمس تحمس والله هذا. لا انا بحرك الحارس. القم، مو بس انت تحركه. خلط هذا النوع الخصوم اللي يحقد عليك، لكن والله ما لومك لاني مسحت فيك الارض وبحارسك الارض. انا وربي اني تفلسفت لاني جالس اصور، بس ابغى اهداف جميله. لكن تعال ابى اوريك اللعب الصح. خلط تعال ارجع ابلع. تعال 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 تعال، اقسم بالله لا خلط بس خليت محور يسجل عليك ويخلطك. القم، سبحان الله والله يا جماعه جالس العب للمتعة، لكن خلطني تحمل اللي يجيك. لا 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 والله ما سويت شيء، قسم بالله ما ضغط لا مربع ولا شيء. لحظة أخذ وقت، راح يروح يمين يا رب. يس يس يس، سبحان الله، ربك ربك، سبحان الله، يا رب لك الحمد. التشكيلة الثانية مرة عادية، التشكيلة ما فيها إلا أرنولد، فقط ارنولد بس وكورتوا. التشكيلة الثانية جدا متوعة. اوه سانشو بعد نسيته، لعبنا والله. سجل علي يا جماعة، كسر التسلل. لا لا هذا راح يعذبني، هذا التشكيلة ضعيفة ويجي لعيب، هذا هو، هذا اللي ما يهتم للتشكيلة. انا لعيب خلاص اختار اي لاعب. صح صح، روح جيب الكرة، راح جيب الكرة جيب الكرة. صح يا أسطورة، صح والله ما حطيتك مهاجم إلا أني أثق فيك. البعيدة، هذا مو وقت العارضة، هذا مو وقت لحالك الزاوية القريبة. لا كورتوا كورتوا، مو وقتك يا كورتوا. صح صح، حلوة عجبتني والله، من فوق الحارس. ياس ياس ياس، احترام لك، مو بعشان لعبك مزعج، احترام لك لاني هزأتك، مزحت فيك الارض. كورتوا افضل حارس في العالم كلنا نتفق، لكن في اللعبه خليته اسوأ حارس في العالم.
شوف السلك كيف يا ربي. شوف وشوفوا مين يسدل علينا. الرخو الدلوع. شوفوا مين يسجل علينا وشوف السلك. هجمة هدف بإذن الله. يا عمري يا عمري على الهاتريك. هاتريك من تير ير صدق. لمسة واحدة. أوه ما أجملها وربي جميلة وربي. آخ لو هدف يا جماعة. لا يا جماعة نصف النهائي راح نقابل هذه التشكيلة. بن يدر هذا معروف بن يدر. الذهبي معروف فما بالك. ظهير الأرض عنده كانسيلو. أظهرة الأرض. محور الأرض. يا الله يستر. الله يستر من نصف النهائي. لو فزنا في هذه المباراة راح نتأهل للنهائي يا جماعة. حركت الحارس ورغم ذلك جاء هدف. يا سلام. سجل صح صح سلكت شوي لكن هدف مهم. تعال اخذ فتره طويله يعدل في التشكيله يا جماعه يسوي تكتيك ويضيف لاعبين ويشيل لاعبين. الله يستر. هذا التعديل والله استاهل وربي استاهل. كل الناس عرفوا انه بيحرك الحارس الا انا. اوبا مره ثانيه مره ثالثه وهدف. يا سلام يا وربي وربي اهدافي تدرس تدرس في المدارس في الاكاديميات في كل مكان. اهدافي تدرس. هو اهدافه عطى الكره لبن يدر سدد سجل هدف. هذا اهدافه. ركض ركض شوفوا. والله اني حركت الحارس وما قدر. هذا اللاعب هذا اللاعب الذهبي جلتش فما بالك المطور. هذا الخصم باذن الله اذا قدرت افوز عليه باذن الله راح ينخرط مو عشانه بس عشان بن يدر. حسمها والله ممتازه. جرينتا يا جماعه نرجع والله نرجع. الله يستر يا رب. تعال 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 جلتشات ما تمشي معي. الشوط الثاني الإضافي والله يستر. اللاعبين عندي تعبوا والله تعبوا. اقسم بالله انا مستعد تدخل فيني اهداف الدنيا كلها ولا هذا الهدف. وين المدافعين وين راحوا؟ الاظهره وين راحوا؟ المحاور وين راحوا؟ كيف يخترقهم كذا؟ هل جلتش هذا يا فيفا؟ صح اقسم بالله لو جبنا المباراه هذه بالدم ورب البيت. وصل صح يا رب توصل تمريرة أسطورية عالمية. هذا قوي. يا حرام يا حرام. بالله عليكم يا جماعة ما استحق الفوز في هذه المباراة. بالله عليكم ما استحق الفوز. مين اللي فوزه؟ بن يدر يعطيه كرة ويروح يخترق 11 لاعب ويسجل. والله اني اهدافي اجمل ولعبي اجمل.